أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تشاهدون الآن رواية ورش مع الشيخ محمد حسن. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع، يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع، آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع، لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع، طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، سنلتف اليوم بإذن رب تبارك وتعالى مع استكمال القسم الذي كنا قد بدأناه، ألا وهو قسم المقلل قولا واحدا. قسم المقلل قولا واحدا، فكنت قد تناولنا وشرعنا في باب الفتح والإمالة، وقلت أنه يوجد ألفاظ لورش عن نافع فيها التقليل قولا واحدا، ويوجد ألفاظ فيها الفتح والتقليل. الألفاظ التي تقرأ بالتقليل تسمى مقلل قولا واحدا، ولا يرتبط هذا التقليل بالبدل، خلاص. ويوجد ألفاظ فيها الفتح والتقليل: موسى موسى، فيها الفتح وفيها التقليل، ويطلق عليها بالمقلل بخلف عنه أو المقلل بخلاف، ويرتبط هذا المقلل بخلف عنه بمد البدل، فمن أراد أن يقصر البدل فعليه بالفتح، ومن أراد أن يوسط البدل فعليه بالتقليل، ومن أراد أن يشبع البدل فعليه بالفتح والتقليل. عشان كده قلنا يرتبط بالبدل. احنا كنا بدأنا أولا في كتب التجويد، كتب التجويد دايما تبدأ بالمقلل بخلف عنه، الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل. في الحقيقة أنا عكست، بدأت بالمقلل قولا واحدا، وكنت نظمته بالشكل اللي أنا عرضته فيه على مدار الحلقات السابقة. وآخر ما توقفنا عنده الصور العشر التي يقلل رؤوسها ورش عن نافع قولا واحدا. وفي كتب التجويد قالت 11 صورة، 11 صورة، وقلت أنا أقول 10، وقلت وطرحت السؤال مفتوح في الحلقة قبل الماضية، لأن الحلقة قبل الماضية تناولنا فيها هذا الكلام، والحلقة الماضية كانت حلقة أدائية، وطرحت السؤال في الحلقة الماضية برضو، وقلت ليه أنا قلت 10 وما قلتش 11. بإذن الله تبارك وتعالى هجيبكم وإحنا بنتناول الشرح الآن بإذن الله تعالى.
تعالوا كده مع بعضنا أذكركم باللي أنا قلته، وبقول إن أنا عندي حاجة اسمها القسم الأول المقلل قولا واحدا، وعندي الحالة الرابعة والأخيرة في هذا القسم الصور المقللة قولا واحدا لورش عن نافع. قلت عندي في الجزء الستاشر سورة طه، وعندي في الجزء السبع وعشرين سورة النجم، وفي الجزء تسعة وعشرين سورة المعارج وسورة القيامة، وفي الجزء الثلاثين كان نصيب الأسد. أهو قرأ ورش بتقليل رؤوس الآي قولا واحدا في العشر صور التالية، وهي طه في الجزء السادس عشر، سورة النجم في الجزء السابع والعشرين، المعارج والقيامة في الجزء التاسع والعشرين، سورة النازعات وسورة عبس وسورة الأعلى وسورة الليل وسورة الضحى وسورة العلق في الجزء الثلاثين. وكتبت جنب قوسين إلا ما استثني، إلا ما استثني. وهفكركم بأداء كده بعض آيات من سورة النجم. لاحظوا كده معايا اللوحة القادمة وأنا بأدي سورة النجم، خلي بالكم معايا وأنا بقول، لاحظوا معي أداء سورة النجم، لاحظوا معي أداء سورة النجم من حيث الفتح والتقليل. طيب بصوا الآية بتقول إيه، أو الآيات اللي أنا هتلوها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. إذن هذه الآيات قرأنا ووقفنا على رؤوس الآية هوى غوى، أنا عمال واقف على رؤوس الآية عمال أقلل 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 أقلل، ما دي من الصور العشر اللي ورش بيقلل رؤوسها قولا واحدا. هتقولي الله ده هوى وغوى يا شيخ، المفروض يبقى فيهم فتح وتقليل وتربط بالبدلات. قلنا لا، ده دي قاعده ولكل قاعده استثناء، وورش استثنى هذه الصور بهذا الكلام. ولذلك لاحظوا معايا كده بقول ايه، لاحظوا معي اداء سوره النجم من حيث الفتح والتقليل. هعيدها تاني خلي بالكم معايا، والنجم اذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. بقول لك نلاحظ تقليل رؤوس الآية قولا واحدة، كل رؤوس الآية اللي انت واقف عليها دي قللتها قولا واحد. طب انت دلوقتي العشر صور دول انت قللت رؤوسهم قولا واحدا، مفيش جوه الصور دي حاجه تستثنى؟ مفيش جوه الصور دي حاجه تستثنى؟ طب ما تيجوا تلاحظوا معايا اللي انا هقوله دلوقتي. بصوا كده بقول ايه، لاحظوا معي اداء سوره النازعات من حيث الفتح والتقليل. تعالوا كده نشوف مع بعض اداء سوره من الصور العشره، سوره النازعات. ببدأ فيها وبقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها بناها، رفع سمكها فسواها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها دحاها،
أخرج منها ماءها ومرعاها. خلي بالكم من الكلام المكتوب تحت، قلت إيه؟ نلاحظ من أداء الآيات السابقة من سورة النازعات ما يلي: تقليل رؤوس الآي التي تنتهي بألف مادية مرسومة على ياء. شوفوا كلمة يخشى أهدية من جملة الصور العشرة اللي هتقلل قولا واحدا يا ورش، زي هوى وغوى والقوة بتاعت سورة النجم اللي لسه قايلها من شوية. بس ما لاحظتوش حاجة غريبة عملتها دلوقتي يا إخوة؟ ها الإخوة والأخوات، لاحظتوا حاجة عملتها في بناها فسواها ضحاها دحاها مرعاها؟ انت كنت بتيجي تقف عليها تعمل فتح وتعمل تقليل، بناها بناها فسواها فسواها. عايز تقول ان كل الكلمات التي تنتهي بها ها يبقى فيها الفتح والتقليل، يبقى تطلع من تحت القاعدة بتاعت ورش العشر صور. يبقى معنى كده ان كل رؤوس الآية ورش العشرة هتقلل قولا واحدا، الا كل الكلمات اللي في رؤوس الآيات التي تنتهي بايه؟ بها. اظن الكلام واضح. ادي اول استثناء، ادي اول استثناء، وده اجابة على صورة الشمس. ليه ما حطتهاش في الصور الحداشر؟ علماء القراءات حطوها، اسيادنا فوق راسنا من فوق، ما نقدرش نفتح بقنا. خلاص حطوا صورة الشمس في صور الحداشر بها ونعمة، بس لما نيجي نطبق عملي كله بينتهي بها ها 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 ها، يعني فيها الفتح والتقليل، يعني مش من الصور المقللة قولا واحدا. عشان كده خرجتها من الصور الحداشر المقللة قولا واحدا وخليتهم كام؟ عشر. أظن كده وصلت الإجابة على السؤال، صح ولا لا؟ طب ما تيجي نشوف، ما تيجي نشوف. وقلت فائدة: استثنيت سورة الشمس من الصور المقللة قولا واحدا، ويرجع ذلك إلى الكلمات التي تنتهي بها رؤوس الآي، فإنها تنتهي بها. ها كلام شرح نفسه، ورحت جايب لكم نموذج أو مكت من سورة الشمس عشان يبقى قدام عينينا. اسمعوا كده: والشمس وضحاها وضحاها، والقمر إذا تلاها تلاها، والنهار إذا جلاها جلاها، والليل إذا يغشاها يغشاها، والسماء وما بناها وما بناها، والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها طحاها. يعني معنى الكلام ان انت استثنيت صورة الشمس رغم ان علماءنا واسيادنا حطينها من الصور المقللة قولا واحدا، قلت على الراس، لكن الاداء العملي هو ده المحك. قلت اللي هينتهي بها، اللي هينتهي بها في فتح والتقليل، مش هيخش في جملة المقلل قولا واحدا في جملة الصور، صح ولا لا؟ انا ما قلتش حاجة من عندي، الاداء اللي بيقول كده. التلقي، التلقي، القراءة سنة متبعة. وصل الكلام؟ يبقى إذن ده اللي انا حبيت اضيفه النهاردة، ده اللي حبيت اضيفه النهاردة في حلقة اليوم، ان عندي جملة الصور الحداشر عشرة، رؤوسهم مقللة قولا واحدة إلا ما استثني، ومن جملة ما استثني الكلمات التي تنتهي بها بها.
ماشي الكلام؟ هكتفي بذلك القدر؟ ماشي؟ عشان نخش على التلاوة المنهجية. بس كان في سؤال هام لإحدى الأخوات التي اتصلنا عليها في الحلقة السابقة، بتقول إن الراء إن أتبعت بألف متطرفة فهي مقللة قولا واحد، وفي الأداء لما باجي بقرأ، قالت كده في الاتصال الهاتفي لو تتذكروا معي في الحلقة السابقة، وكنت وعدتها أن أنا أجيبها في أول الحلقة، وقالت لما بحس أن أنا بأدي الألف وكأني أقرأ براء مرققة والألف ليست بمقللة، بمعنى أما أجي أقول إن الله اشترى، ده الحفص. طب في ناس بيقولوا إزاي بقى؟ اشترى اشترى، وفي ناس بيقولوا اشترى، الصوت التاني أحسن، ده ولا ده؟ خلي بالكم أنا عايز تقليل ألف مش عايز راء مرققة، ما هو تقليل الألف هيخليني ملزم بترقيق الراء. لذلك الفرق إيه بين الترقيق والتقليل؟ قالت لي كده، أنا عايز أعرف الفرق إيه بين الترقيق والتقليل. الترقيق والتفخيم يتعلق بمؤخرة اللسان يا أختي، خلي بالكم يا أخواني. إيه الفرق بين الترقيق والتقليل؟ الترقيق يتعلق بمؤخرة اللسان، قولوا كده معايا راء راء، وخلي بالكم من الشفة، خلي بالكم من الشفة، لأن في ناس بتلعب بالشفة يعني بحركات زائدة، بحركات زائدة. القرآن سهل ميسر، يعني بحزن أما لا أحد يعمل ويطلع ويبالغ مشقة. هو ربنا منزل لنا القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش مشقة، هي مش مشقة. الأداء في سهولة ويسر، اقرأ بسهولة ويسر، قول كده را را. فخمت الراء ولا ما فخمتش الراء؟ طب بس قولها وانت بقولوها معايا وحسوا بإيه مؤخرة اللسان. تحس ان مؤخرة اللسان عليت كده، يعني انا لو مثلت ان دي مؤخرة لساني را را، تلاقي مؤخرة اللسان ابتدت تعلو بالظبط اللي بيحصل كده للسان. ادي طرف اللسان في مخرج الراء، ومؤخرة لسانك عالية واللسان وسط متقعر بالشكل ده، ده حال النطق بالراء المفخمة را. ولاحظوا ان انا ما قلتش رو، عملتش كده، حتى صوت الراء في نفور رو، ما حدش يعمل كده، را را بالفطرة. طيب الراء المرققة ري ري، حسوا بمؤخرة اللسان نزلت. يبقى التفخيم والترقيق يتعلق بمؤخرة اللسان ولا علاقة بالشفة، ولا علاقة بالشفة. ما ندخلش حاجات ملهاش دعوة ولا نبالغ. را ري أو رو ري، يبقى مؤخرة لساني عليت في الراء المفتوحة والمضمومة، ونزلت في الراء المرققة المكسورة. ده الترقيق، كلام على مؤخرة لساني. أما قضية التقليل فهي لهجة من اللهجات يا أختي، التقليل لهجة من اللهجات. أنا لما بفتح فكي ببتدي أفتحه فتحة كاملة را را. طب والتقليل؟ التقليل للفتحة أقرب، بس الفتحة مش كاملة، ر ر. سمع الصوت ر ر. إن الله اشترى اشترى كده، رققت لأن اشتغلت على المؤخرة وفتحت فتحة كاملة. لا أنا عايز تقليل، الفتحة تخف شوية، واتجاه الفتح بتاعي يبقى فيه نحول، يجي بالأفقي ما يجيش عمودي. اشترى اشترى اشترى، واخد بالك؟ ده الفرق بين الترقيق والتقليل. وطبعا الضابط مع الشيوخ المتقنين على ذلك، وما احنا ليه بنقرا على مشايخنا؟ عشان نضبط الاداء. ماشي الكلام؟ ارجو ان تكون الاجابه وصلت بشكل ايه ميسر، وارجو من الله التوفيق. تعالوا بقى ناخد التلاوه المنهجيه بتاعت النهارده عشان اتصالات وضبط التلقي.
عندنا النهاردة من الآية 148 إلى الآية 154. عندنا فرش على فكرة النهاردة في الآية 152، أولئك سوف نؤتيهم. عندنا يقرأ ورش بنون العظمة في هذه الكلمة، يعني حفص يقول يؤتيهم وورش يقرأ بنون العظمة نوتيهم. طب تعالوا بقى نتابع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك،
وآتينا موسى وآتينا موسى وآتينا موسى وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فتح الله عليكم. ديت صفحة اليوم ما فيش عندنا غير فرش نوتيهم لورش عن نافع قرأها بنون العظمة. احنا تلقي الاتصالات بس ليا ملاحظة على الصفحة إن تبدو خيرا عندنا ترقيق الراء لورش خيرا مع النقل طبعا يراعى النقل خيرا نو تخفوه خيرا نو تخفوه. عندنا طبعا إبدال الهمزات في هذه الصفحة نوم إبدال الهمز الساكن. عندنا برضو في نوتيهم في الآية 152 برضو إبدال الهمز الساكن. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله، بارك الله فيك. اقرأ يا محمد. نعم، أسألك في الآية الأخيرة من الورد. نعم، قرأت في الآية الأخيرة من الورد الآية 154. نعم، قرأت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. نعم نعم، أنا في المصحف عندي لا تعدوا. أي نعم حبيبي، تعدوا، معذرة، تعدوا بفتح العين وتشديد الدال. نعم، جزاك الله خير. اقرأ لا يحب الله الجهر بالسوء. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر محمد ببعض. نعم، خلي بالك من ترقيق الباء ببعض. نعم، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. بس أظهر الترقيق للراء الكافرون. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بس أعد علي يا محمد، وأعتدنا، أظهر الألف المادية. نعم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، والذين آمنوا. نعم،
آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك يا محمد. أحسن. بارك يا شيخ. الله يعزك. معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازي حضرتك؟ نبدأ منين يا مولانا؟ والذين آمنوا. هتقرأ بالتوسط يا متولي؟ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. نعم. وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله يفتح عليك يا متولي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا حبيب. الحق أحق أن يتبع والله لا يستحيي من الحق. سقط مني سهوا لا تعدوا وإن هذا العلم دين وهذا قرآن. فسقط مني سهوا أن أنبه على فرش لا تعدو فأنا قرأتها في الأداء لا تعدو وهي تقرأ برواية ورش بفتح العين وتجديد الدال والله لا يستحي من الحق فأنا أخطأت فيها وأنا أعترف بذلك وأقول وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نادي. نبدأ من البداية. إن شاء الله. لا يحب الله الجهر بالسوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة اسمعني. أسمعك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما بس خلي بالك يا أخت يا أخت نادية. نعم. بالسوء. نعم. أنت تقرأي بورش. طيب الاتصال انقطع. نرجو أن تعودنا الاتصال مرة أخرى إن شاء الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. إزايك يا حاجة؟ بارك الله فيك. الله يكرمك ويرضى عليكي. وبارك في صحتك يا رب. اللهم أمين آمين. أبدأ من الأول. تفضلي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء
فإن الله كان عفوا قديرا. عفوا الإخفاء. عفوا قديرا. تمام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا جميل. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم. حاجة أم أحمد. نعم. نوتيهم، خلي بالك من كسر الهاء. حاضر. نوتيهم. لا. نوتيهم. نوتيهم. أي نعم. حاضر. نوتيهم أجورهم. وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يكرم. معنا أخونا أبو العز من المغرب. السلام عليكم أبا العز. وعليكم السلام ورحمة الله أخي وحبكم في الله على وأشكركم على هذه البرامج القيمة. أعزك الله حبيبي وأحبك الذي أحببتنا من أجله. تفضل أخي الكريم. شكرا أخي. أبدأ من البداية؟ من الآية 152 والذين آمنوا بالله. أتقرأ بوجه التوسط أم بتثليث البدل أخي؟ أقرأ بالبدل بخمس حركات. طيب اقرأ أخي الكريم. أبدأ من البداية أخي. من 152 والذين آمنوا بالله ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم. وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. نعم. وآتينا موسى
ذا سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. موفق أخي الكريم أعزك الله بارك الله فيك أداء طيب بارك الله فيك. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مطلع الصفا. تفضلي من مطلع الصفا إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنتي. معنا الأخت مريم من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ تفضلي يا أخت مريم. منين؟ والذين آمنوا بالله. هتثلث البدل ولا تقرب وجه واحد؟ أثلث ممكن؟ ياريت. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى. مش انت هتجيبي التثليث البدل؟ أيوة. يبقى جيب فتح وإيه؟ فتح وتقليل. يلا الله يفتح عليك. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى
موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أحسنت يا أخت مريم، جزاك الله خيرا على الإجابة على السؤال والتوضيح، ربنا يبارك لك يا رب. سؤال الراء. الله يبارك لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الأخت أم خالد من الشرقية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيكم. الله يكرمك ويرضى عليك. أقرأ من أول الصفحة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أقول حاجة، إن تبدو خيرا أو تخفو أخت أم خالد، أو تعفو عن سوء. أخت أم خالد، نعم. أقول حاجة؟ أيوة. عايز بس غنة الإخفاء، إن تبدو، إن تبدو، لا طولي الغنة شوي. إن تبدو خيرنا وتخفو. بس أقول ملاحظة صغيرة. نعم. هو زمن الغنة قد إيه؟ 2. طيب إحنا يعني قصدي لما أقول لحضرتك طوليها إن الزمن ما يقلش عن 2 ولا يزيد عن 2. إن تبدو، إن تبدو خيرنا وتخفو أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. ها؟ إن طيب، فإن الله كان عفوا إيه؟ قديرا. أيوة كده. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن. لا احنا مش هنبدلها واو، تتمد كم حركة؟ 2. تمام، احنا زودنا سن عن 2. طيب، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا، وأقولها الثلاث وجوه يا ريت تثلث البدل. والذين آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم. طيب، نؤتيهم ولا نوتيهم؟ نوتيهم. لا، اكسر الهاء. نعم، اكسر الهاء. نوتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. حضرتك يا أم خالد أول مرة تقري معنا ورش؟ لا، دي تاني مرة. طيب أحسنتي، الأداء كويس، بس ليا ملاحظتين عندك. أيوة. أول حاجة خلي بالك من الغنن. أيوة. مظبوط كده؟ أيوة. تاني حاجة ابقي خلي بالك بس من كسر هاء في نوتيهم. حاضر. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. خيرا جزاك. شكرا جزيلا. الله يكرمك. معنا أحمد حسن، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إن شاء الله. والذين آمنوا. إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. خلي بالك يا أحمد, لا تعدوا, افتح العين, تعدوا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بارك الله فيك يا أحمد, أحسن. في عجالة أنا هعيد الآية الأخيرة لأن في هذه الصفحة أنا كنت في مطلع الحلقة قلت في هذه الصفحة فرش واحد نوتيهم في فرش تعدوا وسقط مني سهوا, وهضبط كمان الآية بالتلقي في عجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى في هذه الصفحة عندنا فرشين, فرش نوتيهم بنون العظمة في الآية 152, وعندنا تعدوا في الآية 154 بفتح العين وتشديد الدال, تعدوا في السبت. بإذن ربي تبارك وتعالى, كان الاتصال بتاع أحمد كان آخر اتصال, يعني الوقت انقضى سريعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم مع استكمال باب الفتح والإمالة في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى, ومع استكمال التلاوة المنهجية الصفحة التالية بإذن الله من الآية 155 إلى الآية 162 من سورة النساء الكبرى. بارك الله لي ولكم في القرآن. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع, يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع, آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع,
لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع. طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علم.